الله، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم، قناة فوت كافي ديزات، قناة كأس العالم ومباريات ثمن النهائي قاربت على النهاية. اليوم مباراة مثيرة، مش مثيرة، نقول مثيرة من المنتخب البرازيلي وحتى مثيرة من المنتخب الكوري، من مدربه اللي ما فهمت معاه اليوم ولا شيء. يا سي محمد، تلعب مع البرازيل، واش من طريقة راك تلعب بها؟ على كل، راح نتكلموا عن كل شيء، عن هذه المباراة وعن الأخطاء الدفاعية وفي انتشار اللاعبين من طرف المدرب الكوري، وعن إبداع البرازيليين يحسب لهم أنهم استغلوا هذه الأخطاء التكتيكية وقهروا كوريا في الشوط الأول. بداية، أعزائي المشاهدين، قبل ما تعرفوا على حيثيات وتفاصيل هذه المباراة، لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم المباراة كنت شفتوها، وبداية نعطيكم التشكيلة تاع المنتخبين والأمر الغريب جدا 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 في تشكيلة المنتخب الكوري. اليوم راكم رايحين تضحكوا، ممكن اللي فاقلها وممكن اللي ما فاقلهاش. أنا قبل تقريبا 6 أو 5 أشهر درت هذا الصورة تاع تشكيلة كوريا في الصفحة تاع الفيسبوك تاعي، ونبهت على هذا الأمر، هو أمر طريف. نبدأ بتشكيلة المنتخب اليوم اللي سيطر وفاز وأنهى المباراة في 36 دقيقة، ومن سيمون واللي يشوف اللعب كما يحبوا. في حارس المرمى اليسون بيكر حارس ليفربول، الرباعي الدفاعي ماركينوس كذلك سيلفا، دانيل وميليتاو في الاظهره. في خط الوسط باكيتا وكاسيميرو، ورباعي الهجوم انا نسميه رباعي الهجوم نايمار رافينيا فينيسيوس، وامامهم ريتشارليسون. الرباعي الهجوم اليوم ابدع 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 دون نسيان فينيسيوس، او عفوا باكيتا وكذلك كاسيميرو دون نسيان الاظهره وكذلك سيلفا. نوعا ما ماركينوس اليوم كان شويه شويه، حتى ما ننساوش اليسون اللي انقذ تسديدتين خطيرتين جدا، واحده منها كان ممكن انها تاثر على المباراه. المنتخب الكوري، التشكيله الغريبه، سمعوا مليح يا جماعه. حارس المرمى كيم، رباعي الدفاعي، قلبي الدفاع كيم، الاخر كيم، والظهير كيم، والظهير كيم. يا سي محمد، لعبتنا بخمس كيمات كيف حبيت تربح البرازيل، يعني كيم 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 كيم، هذا رباعي الدفاع مع حارس المرمى. في خط الوسط هوانغ تشونغ، وفي الثلاثي الهجومي سون لاعب توتنهام اللي اكيد كلكم تعرفوه، لي وكذلك هوانغ لاعب ولفرهامبتون، وفي الهجوم شو. هذا فيما يخص لاعبي المنتخب الكوري وكذلك المنتخب البرازيلي. الامر الغريب جدا اللي شفته اليوم في المباراه، نتكلم عليه قبل ما نتكلم على اهداف المنتخب البرازيلي، اهداف جميله جدا ملعوبه وتكتيكيا، يعني حرفه، يعني حرفتهم الله غالب، هذو هما البرازيليين. لكن نتكلم عن يا باولو يا سوزا، دربت سابقا المنتخب البولندي اعتقد في كاس اوروبا الماضي ولا كاس العالم الماضي، ما نشافي مليح، المهم اما كاس اوروبا واما كاس العالم. هذا باولو سوزا كان مدرب المنتخب البولندي، اخطاء وكانه ما يامنش بالدفاع، شوارع على الاطراف. شفنا الاطراف تاع المنتخب الكوري خاصه في اول 20 دقيقه فارغين، لعب من دون اظهره فعليا. انت تلعب امام منتخب برازيلي يعتمد على المثلثات بصوره واضحه جدا، كنا نشوفه في الجهه اليمنى للمنتخب البرازيلي المثلث رافينيا، وكذلك كان يضم له ريتشارليسون، مرات نشوف ميليتاو اللي ما كانش يساند كثير الهجوميين، وكيما يجي ميليتاو يجي باكيتا. الجهه اليسرى كنا نشوفوا اللاعبين دانيلو وكذلك فينيسيوس كانوا قراب بعضهم، وينضم اليهم نيمار ويشكلوا هذا الثلاثي. يعني انت البرازيل يلعب لك بثلاث مثلثات على الاطراف وانت تخلي له الكوروار فارغ، غريبه جدا والله ما فهمت ولا شيء. لكن رغم ذلك المنتخب البرازيلي يحسب له انه استغل هذا الخطأ الفادح، كذلك ما ننساش تباعد الخطوط غير المفهوم تماما، كذلك يعني ضغط المنتخب الكوري في منطقه عاليه جدا وترك مساحات كبيره جدا خلفه. انت كيفاش تترك مساحات وراك تواجه في منتخب عنده ريتشارليسون وعنده نيمار وعنده فينيسيوس وعنده رافينيا؟ يا سي محمد يا باولو سوزا تهبلت، ما فهمتش، خطوط متباعده، ضغط عالي واطراف فارغه فارغه. نعطيكم مثلا الهدف الاول اللي سجله المنتخب البرازيلي في الدقيقه السابعه، كيفاش جاء الهدف؟ الهدف جاء ملعوب من ريتشارليسون وباكيتا، ريتشارليسون وباكيتا لعبوا الكره، رافينيا راحوا خلف اظهر المدافعين الكوريين اللي كانوا مخليين الكره الفارغ، يعطيهم كره، ومن بعد يجي ليه اللاعب الكوري متاخر. انت لما تواجه البرازيليين لا تترك الكره تصل الى لاعب الجناح، لازم تمنع الكره باش توصل ليه، لانه لما توصل الكره للاعب البرازيلي يا اما رافينيا ولا نايمار ولا ريتشارليسون ولا باكيتا ولا فينيسيوس، انت راك خاسر في يعني صراع واحد ضد واحد، ولذلك لازم تمنع عليه الكره، فما بالك انك تخلي له المساحه ويستلم الكره مريح وفي راحه تامه، يعني فكر مليح. اللاعب البرازيلي في الضيق يدير لك لقطه يبهدل بها، فما بالك نعطي له ساعه؟ لا لا يا باولو سوزا، يعني هنا راك يعني بهدلت المنتخب الكوري للامانه.
الكرة تروح عند رافينيا، رافينيا بالمهارة تاعو يتخلص من المدافع، توزيع يجي نيمار يتخطى الكرة بذكاء ويخليها لفينيسيوس اللي يروضها يعني شوفوا اللاعبين الكوريين كذلك كان عندهم اندفاع لما تكون الكرة عند المنتخب البرازيلي في الطرف، فضلا على انه يخلوا الاروقة فارغة كانوا يخلوا المساحة خلفهم، الكرة الثانية ما كانش عند الكوريين كامل، يعني يدخلوا كامل مع اللاعب البرازيلي وخلفه يخلوا المساحة خلفهم، تروح الكرة إلى فينيسيوس، فينيسيوس في غرضه يبلوكيها ويريح ويخير وين يسدد، ويسدد في الزاوية ويسجل الهدف الأول. هنا أنا قلت المنتخب الكوري راح يرجع شوية، يتكمش شوية، يطلق شوية يعني الثغرات اللي كان يخليهم، يلعب على الأقل بأن بلوك، يا سيدي حبته تهاجم، لكن هاجم بلوك، البلوك هذا يكون عندك ضغط في وسط الميدان، اعتمد على المساحات اللي خليهم لك المنتخب البرازيلي خلف ظهرك، المنتخب البرازيلي مش راح يلعب لك في منطقته هذا مستحيل، لكن أنت لما تمسك له الكرة في وسط الميدان، على الأقل كن خليتها صراع في وسط الميدان، لكن أنتم خليتوها صراع مساحات والمساحات المنتخب البرازيلي في يدكم. الهدف الثاني الآن المثلث تاع الجهة اليسرى يشتغل، شفنا كرات ممتازة جدا بين المثلث دانيلو وكذلك نيمار وكذلك فينيسيوس، الكرة تروح عند نيمار، نيمار يمررها إلى ريتشارليسون داخل منطقة الجزاء، لأنه لما نتكلم عن المثلثات يعني اللاعبين الآخرين ما يكونوش يتفرجوا، لما يشتغل المثلث الأيسر نشوفوا ريتشارليسون مع رافينيا يسقطوا داخل منطقة الجزاء، لما يشتغل المثلث الأيمن نشوفوا فينيسيوس مع نيمار يسقطوا في منطقة الجزاء، هذا شيء جميل جدا، هذا المنتخب هذه الجمل لازم نتكلم عليها بعيدا عن ضعف المنتخب الكوري في التغطية وضعف الأظهرة. كما قلت ريتشارليسون يسبق كرة على المدافع، ضربة جزاء أنا نقول بين قوسين مش ضربة جزاء، للأمانة لو نجي نشوف ضربة جزاء تاع المنتخب السنغالي يوم أمس أوضح بكثير، أقصد لمسة اليد أوضح تاع ستونز أوضح بكثير من ضربة الجزاء اللي أعطاها اليوم الحكم للاعب ريتشارليسون ونفذها نيمار ويسجل الهدف الثاني. المباراة تستمر وكوريا ما زالوا يعني مستمرين في اللعب نتاعهم، ما فهمت ولا شيء كوريا هذو واش كانوا يحوسوا من المباراه انا ما فهمتش، لو تقصي المدرب باولو سوزا تقول انت واش راح تحوس من المباراه، يقول لك مانيش عارف تحب باش نلعب يا سي محمد كريم مع البرازيل. رغم ذلك الكوريين كان عندهم لقطات، كان عندهم يعني تمريرات سريعه جدا، شوفوا دقه التمريرات عند اللاعبين الكوريين، استلامهم للكرات، الفرق بين كوريا والسنغال فرق شاسع كبير واسع، شوفوا اللاعبين ثقه كان عندهم ثقه، متمرسين في التمريرات القصيره، المنتخب السنغالي البارح اللي عنده البالون يكون خايف، تشعر انه يحوس وقتاش يتخلص من الكره. اليوم الكوريين ما داروش اخطاء في التمرير ابدا، الكوريين المشكل تاعهم في المرتدات كانوا يعني ثقيلين كثيرا، اما السنغال يوم امس داروا كوارث في التمريرات الخاطئه لانهم كانوا يعني خايفين من المنتخب الانجليزي. تسديده قويه جدا في الدقيقه 17 من هوانغ لاعب ولفرهامبتون اليسون باعجوبه يعني ينقذها، هذه لو دخلت ممكن كانت تغير بعض الامور، رغم انه الكوريين كون دخلوا هدف حتى الحارس يطلع يهاجم. أربع كيمات ولا كيم يعني كان في بلاصته، يا 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 باولو يا سوزا. نروح الآن إلى الهدف الثالث، هدف والله تحفة، أكثر من أنه لا هدف تحفة، شوفوا التمركز تاع اللاعبين والانتشار كيفاش تغير، الآن يرجع ميليتاو ويرجع دانيلو ويبقى معاهم كاسيميرو يشكلوا ثلاثي دفاعي، شكون اللي يدخلوا في الداخل ويسقطوا للداخل كلاعبين صانع ألعاب؟ دافيد أو سيلفا، تياغو سيلفا مع شكون؟ مع اللاعب ماركينوس، الهدف جاء من عندهم، ريتشارليسون عنده كرة، يلعب مثلث مع اللاعبين، تخيلوا تياغو سيلفا وكذلك ماركينوس مش مخالفة مش ركنية وإنما لعبة وهجمة ملعوبة، يعني مثلث بين مدافعين أو قلب الدفاع والمهاجم ريتشارليسون ترجع له الكرة بطريقة ساحرة خرافية، أنا هذا هدف أعجبني كثير كثير كثير، وتشارليسون يسجل ثاني هدف ممتاز جدا ويسجل الهدف الثالث لخلاص قتل المباراة. قبل كانت هجمة مرتدة في الدقيقة أعتقد 27، هجمة مرتدة من نيمار بعد تسديدة من اللاعب الكوري تستطفي المدافعين البرازيليين، ترجع هجمة مرتدة نيمار يقلع بها معاه شكون ثلاث لاعبين ريتشارليسون ورافينيا وفينيسيوس يجروا كاع معاه مع مدافعين كوريين، لكن نيمار يعني هنايا كان عنده شوية أنانية دخل بها مباشرة إلى منطقة الجزاء وضيع له الكرة والنتيجة يعني هنا كانت 2-0، وبعدها جاء الهدف هذا الجميل جدا الهدف الثالث الهدف الرابع. الهدف الرابع هنا كذلك نشوف لعبة في الجهة اليمنى، المثلث الأيمن مرة أخرى يخدم، المثلث الأيمن مرة أخرى يعني نشوف أنه كان كما احنا نقولوا ناشط خاصة مع فراغات في أظهرة الفريق الكوري، شفنا كل من رافينيا كذلك باكيتا وميليتاو وحتى يعني اللاعب ريتشارليسون معاهم، الكرة الآن تأتي من باكيتا مباشرة
خلف اظهر مدافعين في الطرف الاخر، يعني الاظهره في اليمين فارغه وفي اليسار فارغه، ما فهمش الكوريين وين كانوا، كانوا متكدسين في وسط الميدان، تروح عند فينيسيوس، فينيسيوس في غرضه يمسك الكره يشوف من يشوف من يشوف في اظهر المدافعين، دائما الاندفاع تاع يعني المدافعين الكوريين، يشوف اللاعب باكيتا وحده، كره في السماء، تمريره ممتازه جدا بفنيات رائعه جدا من فينيسيوس، اللي فينيسيوس اللي عودنا على هذه اللقطات، كره عنده ويحطها في الشباك بكل راحه، الهدف الرابع. هنا نتكلم عن قوة هجومية للمنتخب البرازيلي، وما نقولش بلاها وإنما سفاها، يعني لا يعني هنا تصرف بحماقة للأمانة، يعني ما مشي هكذا يا باولو سوزا، تلعب مع منتخب برازيلي وكل هذه الأخطاء والفارقة في الدفاع، هذا أمر غير مقبول. تخيلوا أنه في الوقت البدل الضائع المنتخب البرازيلي يضيع 3 هجمات، يضيع 3 فرص، الأولى كانت من فينيسيوس يوزعها بقوة ورافينيا في وقت ما يدخل براسه يعني يرفع رجليه، لا يا رافينيا الكرة لا تسجل بتلك الطريقة. كذلك هجمة أخرى الكرة يعني نيمار يخرج باكيتا وحده وجها لوجه، لكن يتفلسف فيها ويضيع كرة. نفس الشيء اللي ريتشارليسون يخرج وجها لوجه مرة أخرى ويحب يسجل هدف، يعني بالرغم من أنه نيمار كان وحده وضيع الكرة، يعني في الوقت بدل ضائع فقط للحكم قدروا بـ5 دقائق تكون هناك 5 هجمات خطيرة وخطيرة جدا، يعني المنتخب الكوري نجا من هزيمة ثقيلة جدا ممكن كانت تصل إلى 6-7 في الشوط الأول. الشوط الثاني المنتخب البرازيلي هادئ، دخول لاعبين الاحتياطيين للمنتخب البرازيلي، حتى الحارس الثالث دخل مكان الحارس أليسون، شفنا المنتخب البرازيلي هدأ اللعب ولا يسير في المباراة إلى أن جاءت الدقيقة 74 أنا ما أعتقد، هو الهدف الجميل جدا من اللاعب الكوري، تسديدة رائعة جدا، لكن الوقت كان فات. لكن أنا أقول حاجة واحدة، أن المنتخب الكوري اليوم لعب كرة قدم جميلة جدا هجوميا، لكن مشكلة باولو سوزا أنه ترك الخطوط متباعدة، ترك فراغات خلف ظهره وترك فراغات على الأروقة وفي الأظهرة، هذا الشيء اللي خلى المنتخب البرازيلي يهاجم المرتدات بكل أريحية، يبني هجماته بكل أريحية، وحتى المدرب تيتي يجرب عدة يعني جمل مثلثات مربعات، وكما قلت لكم حتى اللاعب ماركينوس مع اللاعب تياغو سيلفا صعدوا وشكلوا مثلث مع ريتشارليسون في صورة الهدف الثالث الجميل جدا. الآن نقول بأنه المنتخب البرازيلي ذهب إلى الربع النهائي بكل راحة بكل أريحية، المنتخب البرازيلي إلى حد الآن ما زال ما تعبش تقريبا، المباريات اللي لعبها لعبها بكل راحة، فضلا عن ذلك ريح اللاعبين في المباراة الثالثة، فوق ذلك راح يواجه منتخب كرواتي مميل جدا، راح يعني نتكلم عن المباراة تاع كرواتيا واليابان، لكن مباراة فقيرة جدا لا ترقى لأن تكون يعني مباراة في ثمن نهائي كأس العالم، للأمانة مستوى ضعيف جدا جدا، والمنتخب الكرواتي مرة أخرى منتخب تعيس جدا، لكن في 2018 وصل إلى النهائي بالتعاسة تاعه، ومرة أخرى بضربات الجزاء يصل إلى ربع النهائي، لكن هذه المرة سيصطدم بالمنتخب البرازيلي الذي لن يرحمه أبدا. إذن لو نعطيكم احصائيات المباراه قبل ما نختم لانه الوقت طال اعزائي المشاهدين، لكن كان مباراه فيها جمل ممتازه جدا، امامكم هجمات المنتخبين، المنتخب الكوري بطبيعه الحال باللباس الاحمر يعني 4 هجمات داخل منطقه الجزاء كان عندهم شجاعه، 3 تسديدات من الخارج والرابعه كانت في الشباك، المنتخب البرازيلي شد يعني حدث ولا حرج هجمات ممتازه وممتازه جدا. لو نجي نتكلم عن الاستحواذ، الاستحواذ كان تقريبا متقارب 53% 40%، هذا راجع الى ان المنتخب البرازيلي ترك الكره للكوريين في الشوط الثاني، بدا يسير في المباراه ويعني يسيرها بطريقه ممتازه جدا. الاكس جي يوضح ذلك 8 او 0.48 لكوريا، 3.75 هنا نتكلم عن الاكتساح، شوفوا لما الاكس جي يتجاوز 2.50 هنا راح نتكلم عن الاكتساح، لما تكون المباراه متكافئه تشوف الاكس جي بين 0.70 و1.50 للفريقين، لكن لما الاكس جي يتجاوز 2.50 هنا راح نتكلم عن الاكتساح. لو نجي نشوف يعني دقه التسديدات، كان هناك 18 تسديده للمنتخب البرازيلي، 8 تسديدات للمنتخب الكوري، البرازيلي ترك الكره للمنتخب الكوري على مراحل باش يريح نفسه ويسير المباراه، 7 تسديدات كانت خارج الاطار، 9 تسديدات كامله داخل الاطار، المنتخب الكوري 6 تسديدات كامله داخل الاطار، هنا نتكلم عن دقه كوريه من 8 تسديدات 6 تسديدات وتسديدتين خارج الاطار، لكن هذه 6 تسديدات لم تكن بتلك الخطوره والاكس جي هو اللي خبرنا بهذا الشيء. اذا كانت مباراه ممتعه جدا من طرف المنتخب البرازيلي، تفاهه وبلاده تكتيكيه من المدرب البرتغالي للفريق الكوري باولو سوزا، لكن نقول مبروك للمنتخب البرازيلي، مبروك لعشاق المنتخب البرازيلي، الاسيويين خرجوا كامل، الامريكيين راهم في الطريق، الان عندنا 2 امريكيين البرازيل والارجنتين، عندنا كذلك 4 منتخبات اوروبيه، غدا عندنا
صورة أخرى من صور ربع النهائي. إن شاء الله فقط المغرب يكسر الجرة ويكون فريق إفريقي في ربع النهائي، ما نخلوهاش فقط للأمريكان والأوروبيين. بالتوفيق لمنتخبنا المغربي غدا أمام المنتخب الإسباني. أما المباراة الأخرى راح تكون بين البرتغال وسويسرا، كذلك مباراة صعبة وصعبة جدا. فريق سويسري متمرس، دفاعي منظم، ويعرف كيفاش يهاجم بهجمات معاكسة. إذا أحبتي، تحية طيبة لكم جميعا، شكرا لكم على إكمالكم الفيديو لهذه الدقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.